ما استر بس ماسكين الوصفه بالضبط. لا انا حطيت شيء. انت زودت؟ اذا حطيت شيء من راسي هذه ما تحاول. لا والله يا روحي شوف نبي بس هذه كفايه. انت قلت انت مشيت على الطبخه بالوصف. مشيت بالوصفه صح؟ اذا زودت شيء يعني انا اذا زودت اذا زودت تعاقب. اجل انا ما زودت انا على الوصفه بالضبط. تجلد 100 جلده. قول له الله. ها انا على الوصفه بالضبط. الله يستر. احنا بندوق ونقول الله يوفقكم جميعا. تبي تاكلون طبخاتكم؟ والله ودك يا ربي. الله يدوب. ما شاء الله شوفوا كيف شوفوا كيف الجبن لازق. هذا شيء الله اكبر عليك. الله يستر. الله يستر. من الشكل واضح. هذه طبخاتك انت؟ اي كان الملامح تغير. لا ما تغير ما شاء الله عليك. انتم ماشيين على الخطه اللي انا اعطيتكم اياها فاكيد انكم اموركم طيبه. شوف 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 طبخاتكم. يلا الله يجعلني قبلكم. اصبر مجار مجار. يلا ذوقوا ذوقوا طبخاتكم. لا اول شيء بذوق انا بس اصبر اني اشرب معي عشان اعرف وزنيه حقاتكم خير. بالله كيف بالله كيف. شوف انا وين داري كل يوم سويت هالمطبخ. انا بقول للمبدع ابدعت وللمسيء اسات صح؟ وانتم ما شاء الله ما قصرتوا. كان وتواجدكم اليوم رحمه لكم انه يعني كان فيه تغريدات وكذا رسائل حلوه.